بجدد الترحيب مرة تانية بحضراتكم مشاهدينا الكرام في فقرتنا دلوقتي فنون القمة، مخصصينها النهاردة للحديث عن بطلة مميزة للغاية، بطلة مصر البارالمبية كابتن شيماء سامي اللي توجت في ثلاث رياضات، التنس الأرضي والريشة الطائرة، وتم تكريمها من السيدة انصار السيسي في احتفالية المرأة المصرية أيقونة النجاح. شيماء أول من أسست فريق للتنس بالكراسي المتحركة، والحقيقة أنها بتعتبر أول لاعبة مصرية وإفريقية تلعب الريشة الطايرة من ذوي الهمم وتقدر أنها تصل للعالمية. الكابتن اللي منورانا النهاردة في الاستوديو قدرت أنها تحصل على المستوى الدولي على أكتر من 65 ميدالية، وعلى المستوى المحلي قدرت أنها تحصد 500 ميدالية، ونجحت الحقيقة لعبة منتخبنا الوطني البارالمبي للريشة الطايرة في القفز 5 مراكز في التصنيف العالمي. رحبوا معايا بضيفتي في الاستوديو الكابتن شيماء سامي لعبة منتخب الوطني البارالمبي للريشة الطايرة. مساء الخير يا كابتن. مساء الفل، نورانا. ربنا يخليك. يمكن انا بدات من الاخر، يعني حصلت الانجازات بس في رحله طبعا طويله وتحديات كتير، كلمينا عنها. والله يعني بشكل مختصر كده، يعني رحله رياضه من 20 سنه. من الرياضه انا ابتديتها من 20 سنه بالظبط. كانت بالنسبه لي هي طوق النجاه، يعني لو نقول ان قبل ال 20 سنه كانت الحياه مختلفه تماما، لان ما كانش عندك الوعي، والوقت ده ما كانش فيه وعي عند الناس ان هم يتقبلوا اختلاف الشخص الاخر. فكان الواحد عايز يثبت للناس ان هو شخص عادي بيقدر ينتج وبيعمل حاجات كتيره جدا ناس كتيره ما تقدرش تعملها، بس ده ما كانش في حد بيبقى مقتنع بيه، سواء في شغل او في مجال دراسه او في اي مجال انا خطه يعني. فالرياضه كانت الواحد يقدر يوصل للعالميه كمان، مش بس يقدر يعمل حاجات زيه زي اي حد. التحدي هو اللي بيخليكي تعملي ده، ومع التحدي الرضا. فالحمد لله بصراحة، يعني أنا كنت ماشية في طريق إن إزاي إن إحنا نقدر نثبت لنفسنا ونثبت للآخرين إن إحنا قادرين نبقى أشخاص عادية. على فكرة نقدر نخوض تجارب كتيرة قوي في كل المجالات. فالحمد لله اخترت الرياضة وابتدت الرحلة. عظيم جدا، أنت بطلة رياضية شاملة، كلمينا بقى عن متخصصة في إيه، مسألة تأسيسك للعبة التنس الكراسي، تحقيق لبطولات كتير، كلمينا عن كل الإنجازات الحلوة دي. هي البداية كانت ألعاب قوة يعني، ويمكن ألعاب القوة أنا بلعبها إلى الآن مع الريشة الطايرة. هي كانت بمثابة البداية الحلوة يعني، ويمكن من 2003 كانت أول ميدالية ليا، وضرب رقم عالم كانت في دورة الألعاب الأفريقية بأبوجا، وكانت أول ميدالية ذهب الحمد لله، وتوالت بعد كده. بس أنا كنت بحب إن أنا كنت كل لعبة ألعبها على حدة، يعني مش إن أنا أخد كل الألعاب مع بعض عشان خاطر أقدر أركز وأقدر إن أنا أحقق إنجازات في كل رياضة، مش بس إن أنا أشارك. فالحمد لله يمكن آخر بطولة عالم لألعاب القوة هي باسمي لحد دلوقتي بالنسبة لمصر. خدت بعد كده التنس الأرضي، والتنس الأرضي بصراحة أنا ما كنتش ناوية إن أنا ألعبه، أنا لعبته عشان أقنع أولياء الأمور هنا في مصر ازاي ان هم يخلوا ولادهم تبدا تلعب معانا التنس. التنس في العموم لعبه ما كانتش موجوده في مصر، انا اسست اللجنه ديت جوه الاتحاد المصري للتنس، اتحاد اصحاء، كانت اول لجنه تؤسس داخل اتحاد اصحاء. الكلام ده كان في 2009. ابتدينا بالرياضه ديت بلاعب واحد، وخدت التجربه ان انا العب. عشان نوضح الحديث عن تنس الكراسي. تنس كراسي. ارضي تنس كراسي. اللي هو التنس الارضي العادي خالص، الملعب بتاعنا ولعبه القمر الجميله دي. والاختلاف الوحيد في اللعبه ديت هي ان الكره بتنط مرتين في الملعب مش مره واحده. بس هو ده الاختلاف، لكن نفس القياسات بتاعه الملعب، كل الرولز بتاعه الاتحاد الدولي للتنس، كل حاجه. لفت نظري بقى قوي يا كابتن وانت بتقولي اول ميداليه ذهبيه وتوالت، احساس اول ميداليه ذهب حصلتي عليها ده احساس ياه كان فظيع. لا يعني كان انا خدت كمان التجربه قبل الميداليه ديت بست شهور، بس ابتديت الرياضه قبلها بست شهور بس. فكان الموضوع تحدي قوي، انا دخلت انا والمدرب تحدي بان بيقولي لا مش هتقدري تغيري، انا كنت بلعب بايدي اليمين وهو غير لي التكنيك خالص ان العب بايدي الشمال، فقال لي مش هتقدري، يعني مش هنقدر نجيب رقم نحققه في بطوله الجمهوريه. من انواع التحدي والتحفيز. على فكره يعني تحياتنا لهذا الكابتن. فقلت له لا يعني لا انا مش هقدر، طب خلينا نشتغل. بصراحه هو اداني الوقت يعني فول تايم، اداني وقته كامل وخدنا التجربه في خلال شهرين بالظبط،
كنت انا جايبه الرقم اللي يأهلني لدخول المنتخب القومي. وبعد كده دخلنا المنتخب وسافرنا البطوله ديت اللي كانت فيها رقم عالم جديد باسمي الرقم الافريقي الى الان كمان هناك. عظيم جدا. منحه الجامعه الامريكيه لتدريب الاطفال على كيفيه استغلال الاعاقه بالرياضه دي نقطه مهمه بتهيألي برضه. هي دي النقطه اللي كانت سبب في دخول التنس الارضي مصر. يعني النقطه ديت كان زي منحه من جامعه امريكيه للجامعات المصريه ودخلنا فيها مسابقه تم اختياري ضمن افضل طالبه مثاليه على مستوى الجامعات المصريه في 2009 وسافرت المنحه ديت ان ازاي اخلي الاطفال اللي عندهم ذوي اعاقه وما عندهم مشاكل هناك نفسيه ان هم بينتحروا كتير، عدد الـ يعني نسب الانتحار هناك عاليه قوي. فعملوا للاكتئاب بتوصل للاكتئاب. فهم عشان يغيروا من حياه الاطفال دي جابوا ان انت رول موديل فتغير لهم حياتهم ان الرياضه ممكن تغير حياه البني ادم وازاي ان احنا نعمل كده. فروحنا قعدنا معاهم حوالي شهر ازاي نقدر ان احنا نلعب معاهم رياضه وازاي ان الرياضه ممكن تخلينا مبسوطين، ازاي ان احنا نقدر حياتنا تبقى مختلفه تماما. فوانا بخليهم يلعبوا معانا العاب القوى وهم في الوقت دوت خلوني العب معاهم تنس ارضي. الله. فلقيت اللعبه غريبه، طب احنا ليه مش عندنا اللعبه دي في مصر؟ فمن هنا كانت يعني زي شرارة الانطلاق ان احنا نرجع. رجعت دورت في مصر ازاي ان اللعبة دي تدخل وازاي ان هي تبع لإيه، فقالوا ان هي تبع الاتحاد المصري للتنس وليس اللجنة البارالمبية المصرية. فخدنا التجربة ان احنا نعمل اول لجنة ديت وابتدينا بقى نلعب لحد ما الحمد لله حققت تاني افريقيا في الريشة في التنس واول جمهورية. قعدت فترة حوالي 8 سنين العب تنس ارضي عشان ابتدي ان الناس اللعبه تنتشر في العموم. والحمد لله بعد ما انتشرت ابتديت انا بقى اغير للريشه. شعله نشاط وشعله امل الحقيقه يعني قاعده قدامي. كابتن حصلتي على 3 بطولات افريقيه وطبعا بنتكلم عن برضو يعني جوائز عالميه مختلفه. اصعب بطوله خطيها؟ يمكن هما بطولتين اصعب بطولتين. بطوله في العاب القوى دي كانت بطوله العالم في 2013 اللي حققت فيها الميدالية البرونزية في بطولة العالم. دي كانت صعبة جدا لان هي كانت جاية اثبات ان انت تقدري تنسي لسه وان انت عندك استعداد تجيبي ارقام وتكسري ارقام، فكانت تحدي كبير. قبل ما الوقت يسرقنا وانا مستمتعة بالحديث جدا معاك يا كابتن، شعورك وانت بتكرمي بقى من السيدة نصار السيسي وانه مجهودك بتشاف ونجاحك متقدر، كان احساسك ايه؟ والله مش عايزه اقول لك، هو الاحساس في حد ذاته مش هيقدر يتوصف. يعني فرحه كبيره قوي واحساس عالي جدا وتكريم افتخر بيه لحد اخر يوم في عمري. يعني اي حد في اي مجال هو بيستنى تكريم من الدوله طبعا، وخصوصا ان انت بقى التكريم ده كمان بيجي من السيده الاولى لمصر. فاحساس ما يتوصفش. يعني انا بصراحه يمكن بحسد نفسي يعني على التكريم دوت، فيعني اتمنى ان انا اكون عند حسن ظن الناس كلها وان التكريم دوت فعلا هو بمثابه نقطه انطلاق لرحله جديده. ان شاء الله اكون عند حسن ظن السيد الاول. اكتر جمله يعني بتسعدني انا شخصيا بتتقال على الترابيزه دي انه كل التكريمات بتبقى حاجه وتكريم الدوله ده بيبقى حاجه تانية خالص وله مذاق اخر. انا بشكرك شكرا جزيلا، نورتينا وشرفتينا والهمتينا الحقيقه، فخورين بيكي جدا. كابتن شيماء سامي لاعبه منتخبنا الوطني البارالمبي للريشه الطايره، نورتينا النهارده في المكان. ميرسي، ربنا يخليك. شكرا جزيلا.